إنسان. إنسان الجنس الذي يمتلك أكثر دماغاً متطوراً. ولماذا هيكلكم العظمي داخلي؟ وذلك حتى يتناغم مع جسد الجميل من الخارج. على عكسكم، فنحن الحشرات طورنا غرائز متناغمة مع عالمنا. الغريزة ليست كافية، العقل هو الأساس. الغريزة، العقل، الغريزة، العقل. أو 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 ساك! لا تحرك أي عضلة. لا داعي للخوف، يمكن تمزيق الشبكة بضربة دقيقة. زاك توقف، يوجد طريقة واحدة فقط للهرب، الغريزة. تحسس مخرجك منها، النقاط متصلة. توقف يا زاك، استمع إلى حشرة أو تظاهر بذلك. ماذا؟ أتشعر بأنك متطور؟ أخرجيني فحسب يا ويلو. الكلمة السحرية، بل الثلاث كلمات. أنت حشرة مزعجة، لن تفعلي هذا. بل سأفعله. لقد كنت مخطئا، أليس هذا؟ أبرة دبرة. انتصرت ويلو على العنكبوت. بعض المساعدة هنا. الغريزة البسيطة هي الأساس، ستفهم هذا بعد 40 مليون عام. سيحصل فريق الحشرات هذا الأسبوع على مفاجأة جميلة. للأسف يبدو أن زاك هو عدو نفسه اللدود، وهذا قد يؤدي إلى موقف لزج. الثنائي البائس ثانية، لو يمكنني الإمساك بذلك الشقي الصغير بشكل نهائي، كل مرة يقترب فيها جيشي ينزلق من بين أصابعي. اللعنة! إنه توقيت ممتاز، قومي بالطنين حوله. حسناً. المعذرة، أزعجتك، يجب أن تكون أسرع من هذا. كنت أستطيع الخروج وحدي، باستخدام عقلي يمكنني التفكير بحلول لكل شيء. زاك! و... آسفة يا أمي، لم تسحقهم. تسحقهم؟ عزيزتي ليديا، نحن لا نريد سحق فريق الحشرات، نريدهم أحياء. لكن كيف ستتمكن المصاصة من... ليديا، ماذا أخبرتك عن الأسئلة المتعلقة بمخططاتي؟ راقبي. ما هذا يا زاك؟ إنها مصاصة، كرة من السكر اللذيذ بنكهة الفاكهة، الأطفال يحبونها. أوه، طبيبي يكرهها. أوه، أيتها الذكية، المصاصة لزجة ولا تريدين لمسها. ومن حينها لن أتناول الطعام المكسيكي قبل اليوغا. تلك الرائحة، سكر. انشر الخبر، انشر الخبر. يا أصحاب، وجدنا شحنة سكر. سكر! أوه، هذا رائع. مع كل هذا السكر، لن يطول الأمر قبل أن يظهر النمل. الغريزة لا تعرف هذا. كلا يا أصحاب، كلا، كلا، دعونا نرجع. السكر لذيذ. آه يا للهول. أحب السكر، سكر. أعلقت ولا يمكنني الخروج. بحسب غريزتك الحشرية، ماذا نفعل الآن يا عبقرية؟ حسناً، إذن نريد سكر. نحتاج الطوافة وزاك. يا أصحاب، تذوق هذا الشيء، لذيذ جداً. متوقع، يستحيل أن ترفض الطوافة حلوى مجانية إطلاقاً.
مد يديك وساعدنا. أنا لا أملك يدين. كلا كلا، أين هو السكر؟ هذا هو إبتز. كلا كلا كلا، أنت حقا لا تود. أبالي بالنمل، لقد جعلت زاك وفريق الحشرات يعلقون. أولئك الطيبون لن يغادروا قبل تحرير كل النمل. نات 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 نات. توقف عن هذا. نان، أكره عندما تفعل هذا. قلما أيها الجندي، انصراف. هاي ولو، تعاليا، أريدكما أن تذهبا إلى يا أحمقان، لم أخبركما بالمهمة بعد. زاك وفريق الحشرات يعلقون الآن، أريدكما أن تقوما بتأمين الموقع. ائسر العدو ثم أعلماني. حاضر يا سيدي. يمكنكما الذهاب الآن. أنا أعلق. أيمكن إسكاته؟ نحن نفكر بحل. لقد وجدتها، نغطي السكر بالتراب. مصاصة، المصاصة. حسنا، هذا سيجعلها غير لزجة، ثم أقوم بالحفر وأخرجه. زد، هيا. حسنا. أنا عالق ومتسخ. اجعله يصمت. أخبرتكم، سأتولى هذا. أنت حفارة مضمونة، صحيح؟ أغلق عيني. مثقابك ليس للقص الجانبي. أهذا حقا؟ والآن عالق متسخ ومتدلن. هذا أسوأ ثالث عيد ميلاد لي. وكيف كان الثاني؟ عالقت في شبكة العنكبوت. إن شبكات العناكب نقاطها متصلة؟ إنها تؤدي إلى طفح جلدي. أيمكنني متابعة؟ هذا هو. هيا. إن كل النقاط متصلة. ويلو، أنت عبقرية. حقا؟ أجل. حسنا، زد، سيطر على الحشود. أخيرا تحققت طموحي يا أصحاب. أرجوك ليس الآن. ويلو، اعملي بطاقتك القصوى واتبعي تعليمات يا أصحاب. أظن أنا. انتظري قليلا. ويلو، أريد العديد من الثقوب في المصاصة. وما فائدة هذا؟ يا أصحاب، هذا. أسرعي ويلو. لن يفلح هذا. بلى، فلتثقي بعقلي كما وثقت بغريزتك. حسنا، لن تفعل ذلك. ضربة رائعة من ذلك. أجل، مادة الزاد اللزجة. أسرعي ويلو. أعلم. احذر. هذا مؤلم. النصر قريب منا، أشعر به. أنتما في قبضتنا الآن. لا فائدة من المقاومة. زاك، هذا هو المضحك بشأن النقاط أيها الضخم، أن جميعها متصلة. واو.
تحديد المصاص. ولكن لا يزال لدينا مشكلة يا طوافة. الطوافة تتقدم. تصمت الحشود تطير في الهواء. احترس. ويجعلهم ينسحبون ويفرح الجميع. امسك بهم. اين تذهبان؟ عود هذا امر. ساعترف. العقل والغريزه يعملان معا. لا داعي للاعتذار ويلو. من الذي يعتذر؟ لقد فعلت امرا غبيا واضطررت انا لانقاذ الجميع. انقذت الجميع؟ كلا، انا من انقذهم. عودي الى هنا. لا تقولي أي كلمة يا ليديا. أي كلمة.